أهلاً ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن لقاء السفراء الأوروبيين بقيادات ميليشيا الحوثي في صنعاء. التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جراندبيرغ وسفيرا فرنسا وهولندا كريستيان تيستو وإرمافان بقيادات الميليشيا في صنعاء. وأفادت المصادر الرسمية للميليشيا الحوثية بأن قادتها في صنعاء وضعوا عددا من الشروط لاستئناف مسار السلام في اليمن. الشروط الحوثية تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عنها بشكل كامل وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب ودوافع زيارة الوفد الأوروبي لميليشيا الحوثي في صنعاء، وموقف الحكومة والتحالف العربي من اشتراطات الحوثيين لاستئناف عملية السلام. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نذهب لمتابعة التقرير التالي. اشتراطات حوثية تعيق أحدث تحرك دبلوماسي للدفع بمحادثات السلام في اليمن. تشمل هذه الاشتراطات الوقف الشامل لإطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق. اشتراطات يرى المراقبون أنها تثبت المكاسب السياسية والعسكرية للحوثيين وتصادر الحق السيادي للسلطة الشرعية وتدفع بالبلاد إلى أتون أزمة طويلة الأمد تتوفر خلالها للحوثيين إمكانيات المواجهة مع بقية الأطراف اليمنية إن تحققت اشتراطاتهم من أجل استئناف المشاورات. لم يقر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانس غريندنبرغ وسفيرا فرنسا وهولندا كريستيان تيستو وإيرما فان ديورن لم يقروا بعد بالصعوبات التي واجهت مهمتهم في صنعاء، ولم يتضح بعد ما إذا كانت زيارتهم للحديدة تكفي لفهم طبيعة التعقيدات التي تواجه أول المسارات المنفصلة للحلول السلمية في اليمن ممثلاً باتفاق الحديدة. فقد دخل هذا الاتفاق مرحلة الجمود والفشل منذ التوقيع عليه أواخر عام 2018 بسبب تعنت الحوثيين في تنفيذ مضامينه في وقت تصر فيه الحكومة على التنفيذ الكامل قبل أي تحرك باتجاه البحث في الإطار الأوسع للحل السلمي في البلاد. أكد السفراء في تصريحات نقلت عنهم من الحديدة أنهم سيدعمون محادثات السلام كطريقة وحيدة لإنهاء معاناة اليمنيين، وأن قناعتهم تتلخص في أنه لا حل عسكري للصراع في اليمن، وبأنهم سيستمرون في المشاركة النشطة لدعم الجانب الإنساني واستمرار وصول الإمدادات إلى ميناء الحديدة، وبما يضمن استعادة هذا الميناء لعافيته بصفته محور أساسي في تفاهمات ستوكهولم. الحماس غلب بالتأكيد على تصريحات كهذه، فمن حيث هم أراد السفراء التماهي مع الأولويات الحوثية التي تصنف من جانب الحكومة باعتبارها اشتراطات معيقة لأي جهد يمكن أن يبذل لاستئناف عملية السلام الشاملة. وفي مسار موازن يمضي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في مهمة لا تبدو ممكنة، طالما وأنه يقر بعدم إمكانية ربط اتفاق السلام الشامل بتنفيذ كامل لاتفاق ستوكهولم، كما صرح في مقابلة له مع موقع المصدر أونلاين. غريفيث أكد في المقابلة ذاتها أنه يسعى لإقناع أطراف الصراع بالذهاب نحو مشاورات غير مشروطة تتعاطى مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية. فهل ستستطيع الأطراف أن تتعاطى مع هذه المسائل الكبيرة في ظل انسداد كامل يعترض طريقة تنفيذ المسائل الأصغر على نحو ما يكشف عن اتفاق ستوكهولم والرياض؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي معنا من المنامة الكاتبة السياسية ميساء شجاع الدين، ومعنا من جنيف الكاتب الصحفي نبيل الأسيدي. مرحبا بكم، وأبدأ بك سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء، تزامنت زيارة سفراء الأوروبيين إلى صنعاء مع تدشين الحوثيين لموجة عنف جديدة واستهداف متكرر لمأرب، كيف يمكن فهم ذلك وما دلالات هذه الزيارة بهذا التوقيت بالذات؟
هو المسألة العنف أو الهجمة الموجهة المعرف إذا يعني ممكن نعتبرها أنها احتمال محاولة للتصعيد من الحوثيين حسب ما قيل من بعض أنهم بمناسبة سليماني مكتب سليماني كنوع من أنهم لابد أنهم يأتوا رد أو شيء من هذا القبيل. لكنه لاحظ أنه تصعيد مش في الحدود مع السعودية وليس مع السعودية مباشرة، لأنه الأمور فيها تهدأة واضحة ما بينهم بين السعودية، وفي مفاوضات سرية واضح أنه في تواصل سري ما بينهم بين السعودية لم ينقطع، والسفرة بيتحركوا على أساس الذي حاصل ما بينهم بين السعودية. أما ما هو يحدث داخل الجبهة الداخلية فهو مسألة لا تعنيهم كثيرا. يعني أتصور أن هذه الزاوية التي تعني السفرة أنه الخط التواصل ما بين السعوديين والحوثيين لم ينقطع حتى في عملية مقتل السليماني. الحوثيين لم يصعدوا ضد السعودية كنوع من الرد مثل ما حدث في المرة السابقة عندما صعدوا ضد السعودية، عندما إيران هددت أمريكا على خلفية الأزمة التي حصلت ما بين إيران وأمريكا في تلك المرة، والتي حدثت من بينها أنهم أتبنوا ضربات أرامكو بغض النظر أنهم هم لم يفعلوها يعني. لكن كانت هذه المرحلة من التصعيد أو موجة التصعيد التي حدثت على خلفية أزمة إقليمية لا تعني اليمن. لكن الحوثيين هذه المرة واضح أنهم كانوا حالة ضبط الأعصاب أو أنهم لم يتدخلوا أو لم يدخلوا في موجة الأزمة هذه الأخيرة. ومستمر التواصل ما بينهم وبين السعودية، فأتصور أن السفراء بيتحركوا على هذا الأساس وليس على أساس ما يحدث في الشبهة الداخلية. نعم، إذا سيدة ميساء اسمحي لي أن أتحول إلى الكاتب الصحفي نبيل الوسيدي. مرحبا بك مجددا سيد نبيل. إذا بالنظر إلى المعطيات على أرض الواقع، لا شيء ينبئ بربما العودة إلى المسار السياسي أو نوايا الأطراف خاصة طرف الميليشيا بالعودة إلى المسار السياسي. على ماذا استند الاتحاد الأوروبي لإرسال البعثة بهذا التوقيت؟ على ماذا يراهن لإرسال بعثة بهذا الحجم إلى صنعاء؟ أولا أشكرك وأرحب بك وبضيفتك الكريمة. أهلا بك. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول أصبحت يعني على معرفة كافية بمجريات الأحداث في اليمن، وبالتالي مسألة حسم الحرب أو مسألة الشرعية وغيرها أو السلطات التي تحكم بأرض الواقع أصبحت ذات مفاهيم مختلفة لدى المجتمع الدولي. 5 سنوات من الحرب جعلت الحوثيين كسلطة أمر واقع يجب التعامل معهم، وأيضا جعلت الشرعية بسبب يعني كجهة أو كمنظومة رخوة في التعامل مع الانقلاب، وأيضا يبدو أن التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات غير قادين بأي شكل من الأشكال في تحرير المناطق من سيطرة الحوثي، خاصة وأن هناك تفاهمات مبطنة مع الحوثي من قبل السعودية، وإضافة إلى دور الإمارات يعني الغير منطقي في محافظة الجنوب وفي الساحل الغربي. وهناك كثير من التداعيات تجعل الأمر أكثر من يعني لدى الدول الأوروبية والغربية يجعل الأمر أكثر من كونه شرعية وانقلاب. هناك معطيات على أرض الواقع خلال 5 سنوات أفضت إلى نتائج مختلفة عن ما يظهر حاليا. يعني ليس هناك تحالف حقيقي لإعادة الشرعية، وليست الشرعية مهمة لهذا التحالف، ولكن ما يهمها هو إطالة مدى الحرب في اليمن وتدمير اليمن وجعلها دولة هشة، يعني ليست دولة منهارة ولا دولة تستطيع أن تقف على قدميها. هذا أعتقد هدف التحالف. في المقابل للأسف الشرعية استسلمت لمناخ الفساد، واستسلمت لمناخ التحالف، واستسلمت لسياقات غير منطقية، وتخلت عن أبنائها. أيضا إفراز قضايا الجنوب والمجلس الانتقالي والمواجهات وغيرها تحولت نحو هذا الاتجاه، إضافة إلى ما تقوم به مثلا أول مكونات التي تكونت في الساحل الغربي ميليشيات طارقة التي لا تتبع للشرعية وتقف ضد الحوثيين كانقلابيين. هناك عوامل كثيرة في الساحل اليمنية جعلت المجتمع الدولي يراها بمنظور آخر ويحاول أن
أن يتعامل مع المكونات الحقيقية في الأرض، يعني الشرعية موجودة والحوثيين موجودين وطارق عفاش موجود والمجلس الانتقالي موجود وغيرها، الأمر لم يعد شرعية أو انقلاب أبدا. نعم، إذن بالعودة إليك سيدة ميساء، الوفد قام بزيارة أيضا لمدينة الحديدة وإلى مينائها الذي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وكان هنالك تصريحات للوفد بدعم عملية السلام وبدعم إعادة تشغيل الميناء، والميناء الذي يتم اتهام الحوثيين بإدخال الأسلحة عبر هذا الميناء. وأيضا أتت هذه التصريحات الداعمة لتحركات الحوثيين في ظل صمت تجاه ما يحصل من استهداف المدنيين والاستهداف المتكرر لمأرب، ما جعل البعض يرى أنه يمكن تسمية ذلك بتقارب أوروبي مع الميليشيا. كيف يمكن النظر لهذه التصريحات وأيضا لتجاهل التصاعيد العسكري الأخير على مأرب؟ هو بالنسبة للأوروبيين أو للسفراء الاتحاد الأوروبي، هم بيتعاملوا في الأخير مع الأمر الواقع، يعني مع قوى الأمر الواقع. قوى الأمر الواقع هم بالنسبة لهم هي قوى إقليمية، والقوى العسكرية الموجودة على الأرض والتي هي الحوثي وقوى طارق صالح والقوى المسيطرة على مأرب، تعز، الجنوب، المجلس الانتقالي. فبالتالي مسألة الحكومة أو مسألة، يعني هم اولا هم يهمهم البعد الديني في المعركه وقفها، هذه النقطه الاساسيه بالنسبه لكل يعني هي منظور التعامل مع القضيه كلها. والتعامل الان صارت هي مشكله السعوديه والحوثي، كيفيه ان السعوديه توقف حربها بشكل يحطم ماء الوجه بالنسبه للسعوديه ويامن حدودها. يعني صارت هذه هي النقطه الاساسيه التي تشغل الدبلوماسيين الغربيين عموما، انه كيفيه وقف الحرب بشكل يحفظ للسعوديه امنها وحدودها، وبشكل ايضا يحفظ ماء الوجه بالنسبه للسعوديه، بحيث انها لانها لم تحقق اي نجاح يذكر اثناء هذا الحرب، على الاقل لم تحقق نجاح يذكر على الاقل من ناحيه الشمال، اليمن الشمالي. فبالتالي هذه النقطه هي اللي تشغل بالهم. بس بالنسبه لهم مساله المعارك الداخليه، هي عموما اي اتفاقيه تسويه حتى تحدث في اليمن هي ستكرس الامر الواقع، الانقسامات الموجوده الان على الامر الواقع ستكرسها بشكل اشكال. وهذا الامر الواقع اللي هو بنتكلم احنا على قوه مسلحه فرضت وجودها على الارض بقوه السلاح، شرعيتها السياسيه ضعيفه ومهتزه، هي في حالة صراع يعني بشكل قائم على الهوية، لم يعد للدولة إطار سياسي أو دستوري أو مرجعية من أي شكل من الأشكال اليمنيين متفقين عليها. فبالتالي هذا كله سيؤدي إلى صراعات داخلية كثيرة. لكن الحديث عن تسوية هو السؤال اللي بيتكلم عنه مارتن جريفيث أو الذي بيسعى إليه السفراء الاتحاد الأوروبي، هو كله حديث عن تسوية بمعنى سلام ما بين الحوثيين والسعودية، ليس أكثر من كذا. أما المسألة الداخلية فهي تحصيل حاصل بالنسبة لهم، هم في نظرهم هم عارفين أن اليمن ستظل فترة طويلة في حالة احتراف داخلي لفترة طويلة، لكن الذي يحرج المجتمع الدولي هو مسألة التدخل السعودي، لأنها تحرجهم لأنهم لهم علاقات مع السعودية، في ضغط إعلامي، منظمات المجتمع المدني، في عندهم مصالح مع الدولة السعودية. هم بالنسبة لهم اليمن هي جنوب السعودية ليس أكثر، هذه النقطة الأساسية بالنسبة لهم. فبالتالي معرب هذا بالنسبة لهم تصعيد داخلي لا يؤثر على المسار الذي الحاصل ما بين السعوديين والحوثيين حاليا. نعم، إذن بالعودة إليك سيد نبيل، كان من الملاحظ أيضا للزيارات المتكررة للوفود الأوروبية وأيضا الدولية لليمن عدم وجود بيانات أو أخبار صادرة من هذه الوفود. لماذا يتم التكتم على ما يتم في هذه الزيارات ما عدا الأخبار التي تأتي أو من جهة الحوثيين أو ينشرها الحوثيين؟ البعض يرى أن ربما هذه مؤشرات على عدم جدية هذه الزيارات، وإنما مجرد لامتصاص الضغط الإعلامي الحاصل على الجهات الدولية. هو في الأساس أنه التعامل مع أي جهات انقلابية أو جهات غير شرعية غير مقبول دوليا أو قانونيا،
يعني هذه الدول حينما تتعامل مع الحوثي أو تتعامل مع سلطة صحيحة مع سلطة أمر واقع، لكن في الإطار المفهوم القانون الدولي هي يجب أن تقف ضد هذه الانقلابات أو ترفض مثل هذه الانقلابات وبالتالي رفض أي محادثات معها، ولذلك هي لا تعلن عن مثل هذه الأمور أيضا، لأنه هذا نوع من تشجيع الانقلابات. يعني ما حصل مثلا في أسبانيا من محاولة الانفصال الإقليم الكتالوني أيضا هي رفضت مثل هذه الفكرة، وبالتالي المفهوم العام بأنه أي دعم لأي حركات تمرد أو حركات انقلابية في المجتمع الدولي هي تأثير قد يكون لها تأثير سلبي في بلدانها أيضا. لكن في الأساس هناك وضع آخر أو مختص في اليمن. يعني في اليمن الأمر يعني كما قالت الأستاذة ميسان له علاقة بالوضع الداخلي بجهات ضبط ضعف تمثيل سياسي ولها قوة على أرض الواقع، وفي نفس الوقت هناك قضية إقليمية هي السعودية إيران وغيرها ذات مصالح متشابكة لدى المجتمع الدولي. بالفعل قد يكون هناك عدم ردة الفعل الحوثية لها دور يعني بعد مقتل سليماني أو أن تكون أحد أذرع إيران كما حاول الآن الحوثيين يقولوا أنه يبتعد عن هذا الأمر. أعتقد أن الأمر كان أكبر من ذلك، يعني الضربة كانت موجهة إلى إيران، فالنصحة أن تجعل أذرعها في المنطقة هي من تدافع عنها، يعني فكان هناك لبس بسيط في هذا المفهوم. يعني الحوثيين ربما كانوا في قضية أرامكو، كانت رسالة واضحة من الإيرانيين أن نحن نستطيع أن نصل إلى عمق الأراضي السعودية وأن نجعل الآخرين يتبنوها من الميليشيات التي تتبع إيران في المنطقة. لكن أعتقد أنه الأمر مختلف في قضية السليماني، كانت ربما موجهة بشكل مباشر للإيرانيين. الأمر الآخر أعتقد أنه السعودية أيضا ربما تكون تحت ضغط إعلامي وتحت ضغط دولي، لكنها في النهاية هي لن تخسر سوى المال في مسألة حرب اليمن. وصلت إلى نتيجة وإلى ترتيب وضع معين بأنه اليمنيين هم من يدافعوا عن السعودية في الحد الجنوبي، كل المقاتلين وكل الميليشيات التي تقاتل لا نظاميا ولا غيرها ولا حتى يعني ضمن قوام الجيش الوطني هي من اليمنيين، وبالتالي لا يوجد الآن جنود سعوديين يدافعون عن بلدهم أو يدافعون، اليمنيين هم من يدافعون عن السعودية، وبالتالي هذا الأمر ليس مهما لها. يعني استنزاف عدد من اليمنيين أو استنزاف عدد كبير من الشعب اليمني هذا أمر غير مهم. في المقابل ربما هي تضع يعني ربما النقطة الرئيسية هي أن السعودية هي مصدر مال، وبالتالي هي مرحلة ابتزاز. في النهاية المجتمع الدولي كما قال ترامب في أحد اللقاءات الأخيرة بأنه لا يهتم بكم قتل من الناس الآخرين، يعني وبقدر اهتمامه بقدر ما يدفع من مال. يعني الأمر واضح جدا أنه هناك نوع من الابتزاز للسعودية في حربها ضد اليمن، وبالتالي استخدامها وكم ستدفع من أجل صمت المجتمع الدولي في هذا السياق. وأعتقد أنه في ظل قدرة السعودية على دفع الكثير من المال وإسكات الآخرين، أعتقد أنها ستمارس هوايتها في تدمير اليمن بشكل أو بآخر. في المقابل هناك يعني منظومة سياسية هشة في الشرعية أصبحت منبطحة تماما، هناك أيضا ميليشيات متوحشة كالحوثيين، وهناك أيضا ميليشيات متربصة كميليشيا طارق، وأيضا هناك الوضع في تعز أصبح جزء من الميليشيات، هناك سلطة ربما محلية داخل مأرب يعني ملتزمة سياسيا لأحد الأحزاب، وأيضا في شبوة. الموضوع معقد أيضا في الجنوب فيما يخص المجلس الانتقالي وما يخص المكونات الجنوبية الأخرى، بالتالي اليمن هي الخاسرة في كل تلك الاتفاقيات. نعم، إذن بالعودة إليك سيدة ميساء، بالنظر إلى الاشتراطات التي اشترطها الحوثيين على الوفد الأوروبي، رأيك بهذه الاشتراطات ومدى واقعية ومنطقية هذه الاشتراطات، وكيف ستؤثر على مسار الحوار السياسي في حال قبولها؟ هنالك من يذهب للقول أنه في إن تم قبول في هذه الاشتراطات قد يرفع الحوثيين من سقف المطالب.
عفوا انا يعني سمعت الخبر انه ما التقوا بالسفراء، بس نعم يعني قرات الخبر بس ما اعرف ايش طبيعه الاشتراطات. كانت الاشتراطات تتحدث عن وقف شامل لاطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وايضا اعاده فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحمله بالمشتقات النفطيه. هذا الاشتراطات انا بشوفها لحد الان هي منطقيه بالنسبه للطرف هو الاقوى على الارض، يعني في النهايه هم طبيعي انهم يتكلموا عن اشتراطات في الاخير، هم الطرف الاقوى على الارض والوقت ليس في صالح التحالف لكن هو في صالحهم، هم بيكرسوا سلطتهم في الشمال. وكما نرى الحرب الان من بعد التحالف نجاحها في الجنوب اخراج الطرف الحوثي من الجنوب وبعض النجاحات في نهم، من بعدها الحرب متوقفة، احنا بنتكلم على 4 سنوات الحرب شبه واقفة باستثناء انه حصل تقدم في الساحل، لكن يبدو انه كان في فيتو دولي ضد التحالف والتحالف لم يكن قادر لانه فشل في ادارة الملفات السياسية والامنية في الجنوب، لم يعطي للعالم يعني اي اداء مقنع يشجع على دعمه في تقدمات الساحل الغربي، وبالتالي انت بتتكلم على طرف هو حاليا طرف الوضع افضل، يعني 4 سنوات هي كرست سلطتها في الشمال، كرست سلطتها في المناطق المختلفه بالشمال، واكتسب فيها شرعيه انه بيواجه عدوان خارجي، فبالتالي هو الحرب بالنسبه له الان تاسست عنده شبكه مصالح اقتصاديه وسياسيه، هي جماعه مباشره يعني هي جماعه نشات من الحرب اصلا. يعني جماعة لم تمارس سياسة من قبل، والحرب بالنسبة لها هي يعني بيئة تزدهر فيها، فبالتالي الوقت بصالحهم، هم مسترخين تماما في هذه المسألة، فصور أنهم في نظرهم إحنا موجودين على الأرض، إحنا سلطتنا مستقرة على الأرض، لا شيء يهددها يعني نفوذهم على الأرض، لا شيء يهدد المساحة التي هم مسيطرين عليها، وبالتالي هم مسترخيين تماما، فالطبيعي انهم يتشبثوا. نعم، اذا الكاتبه السياسيه ميساء شجاع الدين كنت معنا من المنامه، شكرا جزيلا لك، وعوده اخيره اليك سيد نبيل، ما مدى منطقيه استمرار الحديث عن ستوكهولم وكيف يمكن فهم هذه التحركات الدوليه في ظل هذه العوامل على الارض والتصعيد الاخير للحوثيين؟ اعتقد انه الحديث عن ستوكهولم اصبح هذا من المعدوم، يعني او ربما يكون مغالطه كبرى، يعني لم يحدث شيء في ستوكهولم اصلا. الامر لم يكن سوى محاوله من المبعوث الدولي لتقديم نفسه انه للامم المتحده انه فعل شيئا، وايضا الامم المتحده لتقول للمجتمع الدولي انها فعلت شيئا، لم يحصل سوى السلام، سوى يعني المصافحه بين رئيسي الوفد فقط لا غير. أما ما دار في ستوكهولم أنا كنت متواجد هناك ولم يحصل أي اتفاق حقيقي وغير يعني قابل للتنفيذ، يعني كان هناك اتفاقات تصل إلى مرحلة متأخرة في الليل ومن ثم اليوم الثاني الصباح ينتهي كل شيء ويعود إلى نقطة الصفر. فيما يخص تعز فتح الممرات يعني كان الأمر صعب لأنه بدون آلية تنفيذية. فيما يخص فتح مطار صنعاء كان هناك اشتراطات لكل طرف من الأطراف رفضتها الحوثيين صراحة، يعني فيما يخص مطار صنعاء يعني كان هناك طرح بأن يكون الطائرات تنتقل من صنعاء إلى عدن ويتم تفتيشها من عدن وتنتقل لأي مكان آخر، يعني والحوثيين رفضوا ذلك، أرادوا أن تكون رحلات مباشرة، بينما هم يتحدثون عن معاناة إنسانية في مطار صنعاء، هم أرادوا أن تظل أن يظل مطار صنعاء قضية إنسانية قبل أن يكون قضية يريدون حلها، وإلا ما داعي للأمر لو الطيارات انتقلت من صنعاء إلى عدن ومن ثم انتقلت إلى أي مكان آخر، ما الذي يهم؟ الأمر الآخر هو فيما يخص اتفاق الحديدة، أنا أعتقد ربما أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقا واضحا لحماية الحوثيين من اقتحام القوات التابعة للعمالقة ولطارق عفاش من اقتحام الحديدة، وبالتالي هذا كان السبب الرئيسي لاتفاق ستوكهولم، أنه أوقف القوات من دخول الحديدة وحمل الحوثيين،
لأنه كان منفذ مهم ومنفذ رئيسي ومنفذ تستطيع أن يخنق الحوثيين، وبالتالي المجتمع الدولي كان له صورة واضحة ورؤية واضحة إزاء القضية اليمنية. هو يريد الحوثيين لأنه مرتبط بإيران كإقليميا، وإيران هذه فزاعة لدول الخليج، لا يريد أن تنتهي هذه الفزاعة بشكل كامل ولا يريد أدواتها أن تنتهي. بالتالي هو يريد بقاء المجتمع الدولي بشكل واضح، هو يريد بقاء الحوثيين حتى يكون أداة ابتزاز متواصلة للمجتمع الدولي ضد السعودية. نعم، إذن الأمر الحرب كانت ستنتهي إذا أرادت التحالف العربي، إذا حرك الجبهات في نهم والبيضاء وفي مارب وفي كل الجبهات متوقفة، وإذا تحركت جبهة توقف بقية الجبهات، بالتالي الحوثيين يستطيعون حاجز كل مقاتليهم في الجبهات إلى الجبهة المحددة كما يحدث دائما. هذه 5 سنوات، اليوم كل يوم يزيد في هذه الحرب هو لصالح الحوثيين، وبالتالي الحوثيين يعرفون جيدا ماذا يفعلون. نعم، إذا الكاتب والصحفي نبيل الأسيدي كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إذا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من المنامة الكاتبة والمحللة السياسية ميساء شجاع الدين، وكان معي من جنيف الكاتب والصحفي نبيل الأسيدي. الشكر هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهو لكم من زميل معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبرة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كنوا بخير وفي أمان الله.